الشعب راس حمارة، الشعب راس حمارة، الشعب راس حمارة، وقالوا واش نديرو، وقالوا واش نديرو، نحن هنا نطالب بسحب هذا النظام الأساسي وإسقاطه، وليس نتحدث عن التعديل أو التجويد كما تأتي في التصريحات الحكومية وتصريحات باقي الفاعلين. نحن نتحدث عن إسقاط وسحب هذا النظام الأساسي. بطبيعة الحال بالنسبة للمطالب الأساسية للشغيلة التعليمية، هي مطالب يعني واضحة ومعروفة وملفات يعني عمرت طويلا ولعقود يعني في يعني بطبيعة الحال في الساحات النضالية، يعني معروفة الملفات. الوزارة والحكومة والدولة بشكل عام لو كانت لها النية الحقيقية في حلحلة هذه الملفات لكانت قد يعني تمت الاستجابة للمطالب وحلتها يعني منذ أمد يعني بعيد ولعقود طبيعة الحال. ثم بالنسبة للحوار الذي تنادي به رئاسة الحكومة وباقي الفاعلين، والأستاذ شيخون، والأستاذ شيخون، العقوبات تتقصها، العقوبات.